مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج الحدث، يأتيكم على الهواء مباشرة عبر قناة الشروق نيوز. في برنامج الحدث لهذا المساء هنالك مواضيع كثيرة وأحداث مهمة تشغل بال الجزائريين، لعل أبرزها انطلاق أولى رحلات الحج نحو البقاع المقدسة. سوف نخصص نقاشا حول هذا الموضوع. هنالك أيضا هذا الحدث الأمني المتمثل في تسليم إرهابي لنفسه رفقة عائلته المتكونة من 3 نساء في جيجل. سوف نقرأ في أبعاد هذه العملية وعلاقتها بملف المصالحة الوطنية. وسيكون ضيفي هو الأستاذ مروان عزي، المحامي المتخصص في المصالحة الوطنية وقضايا الإرهاب. مرحبا بك أستاذ مروان عزي. شكرا على الاستضافة. وأستسمحك في أن نبدأ الحدث اليوم من الحدث الرياضي البارز الذي شغل بال الجزائريين في الفترة الماضية، وانتهى اليوم بخبر سعيد وهو اختيار مدينة وهران لتكون عاصمة المتوسط في 2021، حيث فازت مدينة وهران بحق استضافة الطبعة 19 للألعاب المتوسطية لتكون ثاني مدينة جزائرية بعد الجزائر عام 1975. نناقش هذا الموضوع وأجواء الاحتفال في وهران وعموم الجزائر بعد متابعة التقرير التالي. إذن اختيار مدينة وهران لتكون عاصمة المتوسط في عام 2021، سوف نسأل معي على الهاتف الزميل الصحفي توفيق بوفروم من وهران، ولكن توفيق ربما ليس معي على الهاتف. اختيار وهران كما قلت جاء بمنافسة مع مدينة صفاقس التونسية، حيث حصلت مدينة وهران على 51 صوت مقابل 17 صوت لصفاقس التونسية. ومعي توفيق بوفروم الصحفي الرياضي من مدينة وهران. مساء الخير توفيق. مساء الخير أخ عدا، وشكرا على هذه الاستضافة. طيب توفيق، هي فرحة وطنية عامة، ولكن ربما كيف استقبل الوهرانيون نبأ اختيار مدينة أو عاصمة غرب البلاد لتكون عاصمة للمتوسط؟ في الحقيقة الأخ عدا، الوهرانيون بشكل عام استقبلوا خبر استضافة وهران لألعاب البحر الأبيض المتوسط سنة 2021 بارتياح كبير وفرحة هادئة نوعا ما، لأنه مظاهر الاحتفال غابت ربما عن الشوارع الرئيسية لوهران أو الساحات الكبرى لمدينة وهران. لكن هناك أحاديث جانبية بين المواطنين على أن وهران يعني عادت إلى الواجهة بمناسبة احتضان ألعاب البحر الأبيض المتوسط، واعتبرت هذه فرصة مناسبة لعاصمة الغرب الجزائري من أجل أن تتحرك فيها عجلة التنمية، لأنه المواطن الآن أصبح يفكر بمنطق أنه السلطات المحلية أو الدولة الجزائرية بصفة عامة لا تتحرك إلا عندما يرتبط الأمر بتظاهرات كبرى سواء كانت رياضية أو ثقافية. وفي هذا وهران ستكون ربما المستفيد الأكبر من هذه الاحتضان هذه التظاهرة الرياضية الإقليمية. هناك يعني 6 سنوات إن شاء الله قادمة ينتظر وهران عمل كبير، لا يمكن إنكار الإنجازات التي تحققت وهران خلال السنوات القليلة الماضية، لكن وهران تحتاج إلى المزيد من الجهود، إلى المزيد من العمل من أجل أن تكون في مستوى التطلعات وفي مستوى هذا الحدث القاري الكبير، الحدث الإقليمي بخصوص كما تعلم الأخ هذا، هناك ملعب أولمبي بوهران يتم إنجازه في الوقت الحالي وسيتم تسليمه في بداية 2016، وهو الآن بلغت نسبة الأشغال فيه نسبة متقدمة. كلف الخزينة حوالي 250 مليون دولار. هناك أيضا قرية أولمبية ستنطلق الأشغال فيها قريبا بحسب ما تم الإعلان عنه من طرف المسؤولين المحليين هنا. وهذه القرية الأولمبية ستتضمن العديد من المنشآت الهامة على غرار مسبحين أولمبيين، على غرار قاعة متعددة الرياضات ب6000 مقعد، على غرار أيضا ملعب للتنس. هناك أيضا يمكن القول تطور على مستوى شبكة الطرقات والنقل، لكن هذا يعتبر غير كافي أيضا حيث تحتاج وهران إلى المزيد من المشاريع. هناك مشروع أيضا توسعة ترامواي وهران
هناك ايضا مشروع توسعه مطار احمد بن بلة الدولي، يعني هناك بناء مدرج جديد حتى يصبح اكثر استقبال للمسافرين بنسبه كبيره. هناك ايضا العديد من المشاريع الاخرى قيد الانجاز. اعتقد بانه 6 سنوات ستكون ان شاء الله كافيه الاخ قاده من اجل ان تكون وهران في مستوى التطلعات. شكرا لك. لكن هناك شيء واحد ربما يقلق الوهرانيين والجزائريين بشكل عام، وهو وضعيه الاقتصاد الجزائري الذي كما نعلم يعاني من ازمه بنتيجه انخفاض اسعار البترول بشكل كبير وتهاوي قيمه الدينار في البنوك. يعني ممكن من الممكن جدا ان تؤثر مثل هذه الازمات على السير الحسن ربما للمشاريع التي تنوي الدوله الجزائريه اقامتها بمناسبه العام البحري المتوسط. شكرا لك توفيق. مع ذلك هناك حاله من التفاؤل. شكرا لك توفيق بوفروم، الزميل الصحفي المتخصص في الرياضة، حدثنا عن فرحة وهران وعن العمل الكبير الذي ينتظر مدينة وهران ربما لاستقبال هذا الحدث الرياضي الكبير. شكرا لك توفيق بوفروم. كما قلت مشاهدينا الأعزاء، يا ريت كل أخبارنا سعيدة مثل هذا الخبر اختيار وهران، ولكن سوف نفتح ملف المصالحة الوطنية مع أحد المهتمين والمتابعين لهذا الملف منذ سنوات، ونرصد أيضا هذه العملية الأخيرة لتسليم أحد الإرهابيين أنفسهم في جيجل، ولكن بعد الفاصل. إذن خبر تسليم إرهابي رفقة 3 نساء لأنفسهم في مدينة جيجل أعاد إلى الواجهة مرة أخرى عملية المصالحة الوطنية، والواقع أن هذه العملية لم تكن الوحيدة وإنما جاءت مع إطلاق تصريحات سياسية هنا وهنالك عن ميثاق المصالحة الوطنية تدعو إلى تحيينه. فما الذي نقصده بتحيين ميثاق المصالحة تحديدا عندما نعلم بأن خلية المساعدة القضائية التي كانت مكلفة بمتابعة المستفيدين من هذا الميثاق الذي صادق وصوت عليه الشعب بأغلبية، هذه الخلية سترفع تقريرا في قادم الأيام إلى رئيس الجمهورية من أجل متابعة العملية وتقديم اقتراحات جديدة. سوف نتابع هذا الموضوع مع الأستاذ مروان عزي، وهو محامي متخصص في المصالحة الوطنية وقضايا الإرهاب، وأنت أيضا الرئيس السابق لخلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. مرحبا بك مجددا أستاذ مروان عزي. إذا إرهابي بعد 20 سنة يسلم نفسه، البعض كان يظن بأنك بصدد وضع خاتمة الأرقام للمستفيدين، ولكن فيما يبدو أن ميثاق المصالحة ما يزال مفتوحا أو يفتح أبوابه لجميع من يريد. شكرا أولا لقناة الشروق نيوز على هذه الاستضافة. حقيقة يعني المصالحة الوطنية التي كما أشرتم زكاها الشعب الجزائري بنسبة ساحقة، وكانت هي تختلف عن قانون الوئام المدني، لأن قانون الوئام المدني كان عبارة عن قانون تقني خاص فئة معينة، ولكن المصالحة تميزت بأنها قانون ذو شقين، شق قانوني يخص الأشخاص الراغبين في تسليم أنفسهم طواعية إلى الجهات المختصة وتسليم أسلحتهم للاستفادة من تدابير انقضاء الدعوة العمومية والعودة إلى أحضان المجتمع، وشق آخر إنساني اجتماعي. طبعا ما لاحظناه اليوم هو أن هذا الشخص كان قد التحق بالعمل المسلح، نستطيع أن نقول في بدايته، لأنه 94-95، وبالتالي لم يكن الالتحاق في 2007 أو 2008. صح. هذا نتيجة ماذا؟ نتيجة عمل يجري ويتم الإعداد له على قدم وساق منذ بداية تطبيق هذه التدابير. هذا العمل يتمثل في نسق معين، أنه هناك أولاً مساهمة عائلات المسلحين التي دخلت في اتصالات متقدمة مع أفرادها وذويها المعتكفين في معاقل العمل المسلح لإقناعهم بضرورة تسليم أنفسهم والعودة عن هذا الخيار الذي ذكرت أنا شخصيا في أكثر من تدخل إعلامي أنه خيار انتحاري. ثانيا بعض الأشخاص الذين سبق لهم وأن استفادوا
من إجراءات الوئام أو المصالحة، ساهموا مساهمة فعالة وكبيرة في إقناع زملائهم السابقين في العمل المسلح للعودة إلى أحضان المجتمع. وعمل آخر كانت تقوم به قوات الجيش الوطني الشعبي من خلال إلقاء منشورات في بعض الولايات تدعو إلى استسلام الأشخاص والعودة إلى المجتمع. إذا نظرنا إلى هذه الحالة بالتحديد أستاذ مروان عزي، فيما يبدو بأن هذا الإرهابي الذي سلم نفسه يقول منذ 1995 كنا منقطعين تماما عن ما يجري في البلد، كنا نسمع حسب اعترافاته التي بثها التلفزيون، كنا نسمع عن مصالحة وطنية وعن إجراءات للعفو، ولكن كنا منقطعين، لا نقرأ جرائد، لا نتابع وسائل الإعلام. وبالتالي يعني كم عدد الحالات التي ربما تبقت أو تشبه مثل هذه الحالة؟ 20 سنة وهم في الجبل بدون أن يعلموا بإجراءات تخصهم. حقيقة فيه بعض الأشخاص يعني في نفس هذه الحالة، وكنا يعني في شهر جانفي الماضي في بداية سنة 2015 سجلنا نفس الشيء، يعني سجلنا وفي نفس الولاية سجلنا حالة مماثلة لمثل هذه الحالة. حقيقة وأنا كمتابع لهذا الملف منذ يعني بدقائقه وبحيثياته أقول أن هناك نوعين من الأشخاص. هناك بعض الأشخاص الذين حقيقة كانوا منقطعين عن العالم الخارجي، لا يدرون ماذا يدور حولهم، ولكن كان هناك بعض الأشخاص كانوا يريدون أن تقدم لهم ضمانات حتى يقومون بتسليم أنفسهم، ولكن نحن قلنا أن ضمانات قد قدمها الشعب الجزائري من خلال تزكيته الساحقة والكبيرة للمصالحة الوطنية، وهو أكبر ضمان. وبالتالي كل الأشخاص الذين سلموا أنفسهم عادوا إلى ذويهم. عادوا الآن هذا الإرهابي كيف سيتم التعامل معه رفقة الثلاثة اللواتي نزلنا معه؟ كيف سيتم، خصوصا أنه يأتي ربما في وقت متأخر، حتى خلية المساعدة القضائية ربما تستعد لرفع تقرير عن نتائج عمل 9 سنوات كاملة، فكيف سيتم التعامل معه؟ هو حقيقة هذا الأشخاص يعني الذين يسلمون أنفسهم، أولا أن قانون المصالحة لا زال إلى غاية الآن ساري المفعول. القانون المصالحة الوطنية ليست هناك أي تدابير أو أي إجراءات يعني تحدده بمدة زمنية معينة، وبل أكثر من ذلك كما تعلمون هناك مادة 47 التي تتيح لرئيس الجمهورية أن يتخذ أي تدبير وفي أي وقت يراه مناسبا. بالنسبة للأشخاص الذين يسلمون أنفسهم، أولا هذا عمل جهات أمنية وقضائية مشتركة، وبالتالي هذا النوع من الأشخاص لما يسلمون أنفسهم إلى الجهات العسكرية أو الأمنية تدرس ملفاتهم بصفة واضحة ودقيقة، و يقال هل هذا الشخص يستفيد أو لا يستفيد، هل وضعيته تستقيم وتتوافق مع الإجراءات الواردة في الأمر 0601 المتضمن تنفيذ ميثاق سلم المصالحة الصادر في 26 فبراير 2006، هل هذا الشخص الذي سلم نفسه لا يخضع للاستثناءات الثلاث التي تستثنيه من المصالحة وهي التفجير والاغتصاب والارتكاب المجازر الجماعية. إذا كانت كل هذه الإجراءات وكانت كل هذه الشروط متوفرة، فمع مبادرته بتسليم نفسه سيستفيد من قانون المصالحة. ولا يعاقب لأنه تأخر في النزول من الجبل؟ إذا كانت الإجراءات والشروط متوفرة في حالته ودرس ملفه من طرف الجهات الأمنية والقضائية وتم إقرار أن هذا الشخص يستفيد من المصالحة انتهى الأمر. وحتى لأن سنة 95 ربما سبقت ارتكاب مجازر كبيرة، وهو كان شابا صغيرا رفقة النساء اللواتي كنا معه، وهن ابن بنت خالته وابنتيها حسب التقرير. الآن مع فتح تحقيق قضائي حول ربما أعمال تورط فيها أو لم يتورط فيها، ألا تعتقد أن فترة 20 سنة قد تكون صعبة للتدقيق فيما قام به هو في الجبل أثناء وجوده في الجبل؟ ربما أوضح هذه النقطة يعني مهمة جدا. لما نقول أن ملف الشخص الذي يسلم نفسه، هو طبعا هذه الملفات يعني ليست حالته فقط وإنما كل الحالات المشابهة لحالته، لا يفتح تحقيق قضائي جديد، وإنما من المصالح الأمن لها كل المعطيات ولها كل المعلومات
التي تخص كل الأشخاص الموجودين في معاقل العمل المسلح. وبالتالي كما قلت أنه إذا كانت هذا الشخص لم يرتكب المجازر، لم يرتكب التفجير أو الاغتصاب، وثبت هذا من خلال ملفه الأمني، ومن خلال ربما لأنه بعض الأشخاص يعني يتم إدانتهم أو تتم متابعتهم على أساس تصريحات يعني لأشخاص كانوا معهم مشتركين في العمل المسلح، إذا ثبت أمنيا وثبت يعني حقيقة أن هذا الشخص لم يتورط وأن هذه الاستثناءات الثلاث لا تعنيه، فهو بكل تأكيد يستفيد. بالنسبة للأطفال طبعا الدولة هذا يكون في إطار وتحت عنوان المأساة الوطنية. كل ضحايا المأساة الوطنية سواء كانوا شهداء الواجب الوطني، سواء كانوا أبناء الإرهابيين تائبين، أو سواء كانوا أبناء الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم في إطار مكافحة الإرهاب، ينضوون تحت لواء المأساة الوطنية، وبالتالي الدولة لا يمكن لها أبدا التفريط فيهم أو التخلي عنهم. أنت عالجت أيضا في ضمن الملفات ربما ملف هام، وهو الأطفال المولودون في الجبل. قلت في تصريحات إعلامية سابقة أن عددهم حوالي 500 طفل. طيب الآن إذا ابتعدنا عن الحالة الخاصة لهذا الإرهابي الذي سلم نفسه، هل هنالك بحسب الأرقام التي تمتلكونها حالات سهلتم من خلالها عملية الإدماج لهؤلاء الذين نزلوا بموجب اتفاق المصالحة الوطنية؟ بالفعل تم تسجيل هذه الإحصائيات التي سبق وأن قدمتها، هي صادرة من هيئة ترقية وتطوير الصحة الفورام. يعني تقول أن هناك 500 طفل ولدوا في الجبال تتراوح أعمارهم ما بين 5 سنوات إلى 15 سنة. نحن يعني في الخلية استقبلنا أكثر من 100 ملف يعني لهذه الحالات، وباشرنا إجراءات قضائية. بالنسبة للملفات التي تتوفر فيها الشروط القانونية، وهي توفر طرفي العلاقة الزوجية يعني، واعتبرنا أنه كما تم في الجبل كان زواج عرفي بالفاتحة، فلجأنا إلى فروع شؤون الأسرة أمام المحاكم من أجل رفع دعاوى قضائية لاستصدار الأحكام بإثبات الزواج وإلحاق نسب الأطفال. وعالجنا في الخلية 37 ملف من بين 100 ملف. أما الملفات التي استعصي علينا معالجتها فهي يعني من بين 100 غياب أحد طرفي العلاقة الزوجية، وهو عادة الأب الذي تم القضاء عليهم في إطار عمليات مكافحة الإرهاب، وهذا الملف هو من بين الملفات العالقة التي اقترحنا في التقرير الذي سيسلم إلى السيد رئيس الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة لا تتعدى ما بين أسبوع إلى 10 أيام. وسبق وأن اقترحنا في 2011 من خلال المبادرة الوطنية لتفعيل وتعزيز المصالحة أن يتم تفعيل تقنية الأديان، من أجل لأنه أعيد وأقول أن مصالح الأمن لها كل المعطيات ولها كل المعلومات بالنسبة لهؤلاء الأشخاص المتورطين في الأعمال الإرهابية، وبالتالي لما نوجد إطار قانوني لمعالجة هذا الملف نستطيع أن نتمكن يعني من استعمال هذه التقنية لمعالجة هذه الحالات. طيب أنت جئت على ذكر التقرير الذي سترفعونه إلى رئيس الجمهورية، ويتضمن حصيلة عمل 9 سنوات كاملة في المساعدة أو في خلية المساعدة القضائية، إلى جانب قضية الأطفال الذين ولدوا في الجبل وتقنية الأديان، ما هي الاقتراحات التي تقدمتم بها، تحديدا تلك التي تشكل مسار السجال، تعرف المفقودين تبقى دائما هي القضية الأساسية التي تعكر ربما تطبيق المصالحة بشكل كامل، فما هي الاقتراحات التي قدمتموها في التقرير؟ يعني التقرير يتضمن العديد من المحاور. أولا أريد فقط أن أوضح أنه بالنسبة مثلا للتعويضات هناك يعني لجان ولائية يرأسها الوالي هي المختصة في تقديم التعويضات، هذا ليس عملنا طبعا، هذه نقطة. بالنسبة لنقطة ثانية بالنسبة للأشخاص الذين يسلمون أنفسهم، هذا كذلك خارج عن اختصاصنا لأنه يخص طبعا المصالح جهات عسكرية، جهات عسكرية وأمنية. طبعا فيما يخصنا نحن طبعا أول محور سيتضمن يعني أولا الفئات التي استفادت أو التي تقول المصالحة الوطنية وتقول بنود وإجراءات المصالحة المعنية بالمصالحة، يعني ما هي الفئات التي ستستفيد من إجراءات المصالحة وفق ما هو مذكور في القانون ذكرناها. المحور الثاني كان مختلف الإجراءات
التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية في إطار المادة 47، ومن بينها وعلى رأسها إجراءين هامين: تعويض النساء المغتصبات ورفع الحظر عن سفر بعض الأشخاص. هذه كانت كإجراءات تكميلية. المحور الثالث تكلمنا عن مسألة الاقتراحات. الاقتراحات طبعا من بين الاقتراحات أنتم أدرستم 15 مطلب 15 مطلب. نعم أيوة. 15 مطلب كان ذلك في سنة 2011. أيوة. طبعا ونستطيع أن نقول الآن في سنة 2015 أنه نصف هذه المطالب قد تحقق. لأنه تكلمنا عن الحرس البلدي، تكلمنا كما قلت عن نساء المغتصبات، عن جوازات السفر. طبعا تبقى بعض الملفات، ولكن ما تزال ملفات مفتوحة. الحرس البلدي لا يزالون حتى الآن ربما يطالبون بالمزيد من الحقوق. الباتريوت نفس الشيء. المهم كانت هناك خطوة في الاتجاه الصحيح. غير كافية، هم يعتقدون بأنها غير كافية. لأنه المشكل أنه يعني حتى في عناصر الحرس البلدي وقعت بينهم انشقاقات. صح، وقعت بينهم انشقاقات. هنالك طرف يتفاوض مع السلطة وطرف آخر يعني يرفض ذلك. طبعا ما زال هناك ملف مثلا الباتريوت، رجال دفاع ذاتي مقاومين وعددهم ضخم وضخم جدا. هناك كذلك ملف معتقلي الصحراء الذين كانوا معتقلين بموجب قرارات إدارية، وهنا الخطأ الكبير، وليس قرارات قضائية، وإنما كانت هناك يعني لما أقول أنه الخطأ لأنه كانت فيه بعض الجهات يعني غلطت هؤلاء المعتقلين. طبعا نحن استمعنا إلى تصريح بعض الشخصيات التي كانت فاعلة في تلك المرحلة، بينهم ولات قالوا بأنهم وضعوا قوائم لأسماء لم تثبت فيها أي إدانة، وتم ترحيلها قصرا إلى صحراء في المعتقلات. هناك قرارات قضائية وإنما كانت قرارات إدارية أمنية تحفظية. طبعا هذه الخلطة التي ربما تقف عائق أمامكم في حل كثير من المشاكل المتعلقة بالسجناء السياسيين بالمفقودين. لا، أنا أريد أن أقاطعك، أنا أرفض هذه العبارة. وهي؟ في الجزائر لا يوجد سجناء سياسيين. 140 أنت ذكرت رقم. أنا الأول، أنا أول من 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 استقبل قائمة 140 من طرف الشيخ الهاشمي سحنوني. 140 سلم لي. هو يقول سجناء سياسيون. لا، أنا لا أعتبرهم سجناء سياسيين. أنت تقول بأنهم تورطوا في أعمال إرهابية. لا، لا أقول تورطوا. لست قاضي. وإنما أقول أنه صدرت بشأنهم أحكام قضائية نهائية، استنفذوا كل طرق الطعن المعمول بها قانونيا. وبالتالي أصبحت الأحكام نهائية. هذه الأحكام صادرة باسم الشعب الجزائري، كانت إيجابية أو كانت سلبية، هي قبل كل شيء صادرة باسم الشعب الجزائري، ولا يجوز قانونا التقليل من شأن الأحكام القضائية أو التعريض لها بالتجريح. ممتاز. هذه واحد. السجناء السياسيين هم السجناء الذين يسجنون بسبب آرائهم وأفكارهم. هذا اللي داهم معتقلات الصحراء أليسوا سجناء سياسيين؟ هذه كانت تدابير أمنية تحفظية. السلطة في 1992 رأت أن ذلك هو الإجراء الأمثل. نحن الآن لسنا يعني بصدد إجراء محاكمات، ولكن طبعا هذا ملف معقد وضخم، ولكن رأت أن ذلك هو الحل الأمثل في ذلك الوقت. طيب الآن الحل الذي تقترحه الآن بالنسبة إلى السجناء، كنا الأولين حتى ذكرت هذا الرقم 140. 140 سلمت لي القائمة من طرف الشيخ هاشمي. بينهم كبار سن والمرضى وحتى من بينهم مجانين ومعتوهين. هل تطالب بالإفراج عنهم؟ أطالب بالإفراج عنهم لدواعي إنسانية. ويكون قرار من السيد رئيس الجمهورية. لماذا؟ لأنه أعيد وأقول أن القرارات الصادرة بشأنهم هي قرارات قضائية، أنا رجل قانون، نهائية. وبالتالي أنه لا يبقى سوى الصلاحية المخولة دستوريا لرئيس الجمهورية. ممتاز، هذه نقطة مهمة حتى أستغل حضورك أيضا أستاذ مروان عزي، لأنه وصف سجناء سياسيين قد يستعمله البعض للقول بأن القضية بدأت ربما بخلاف سياسي، تعرف الانتخابات وغيرها، لا ندخل في هذا المجال. وأيضا هنالك بعض الأطراف من قيادة الجيش الإسلامي للإنقاذ المنحل التي تطالب بحقوق سياسية، وقالت هنالك بنود في ميثاق المصالحة، أو هي نزلت من الجبل بموجبه وهو السماح لها بالنشاط السياسي. واليوم الأمير السابق للاياس يؤسس أو يعلن عن نيته في تأسيس حزب سياسي بعنوان الجبهة الوطنية للمصالحة والإنقاذ. هل هنالك يعني جانب سياسي للميثاق؟ أنت من جانب يعني من قانونيا. أنا كنت أحد الفاعلين في هذا الميثاق، سواء في إعداده أو في تطبيقه. ولما نتكلم عن 9 سنوات كاملة من التطبيق،
لأنه الشيء المؤسف أنه لغاية الآن في 2015 يوجد الكثير من الأشخاص لا يعرفون حتى محتوى الميثاق. لذلك نحن في تقريرنا النهائي لو يعني كنت يعني في بداية تدخلي كنت قلت أنه في التقرير راح نذكر ما هي الفئات المستفيدة على عجالة. هي أربع فئات، لا يوجد لا بند سري ولا بند خفي في ميثاق المصالحة. هناك الإرهابيين الذين يسلمون أنفسهم، هناك العائلات المفقودين، عائلات الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم، والعمال المسرحين من مناصب عملهم لاعتبارات متصلة بالمأساة الوطنية. هذه الفئات الأربع لا خامسة لها؟ لا خامسة لها. حتى إطارات الحزب المحظور الذين يطالبون باسترجاع نشاطهم السياسي. 48 مادة تتكلم عن أربع فئات. هو يقول، وأنا تابعت تصريحاته، يقول أن هذا البند الخفي موجود في اتفاقهم مع الجيش الوطني الشعبي في إطار الوئام المدني. نحن لم نطلع على ما يقول. المادة 26 واضحة، تقول أنه كل من تورط وسبب باستعماله للدين في المأساة الوطنية وفي الفتنة التي وقعت بالجزائر يحظر عليه العمل السياسي. هذا الشيء واضح من حيث النظرة القانونية. قانونيا الميثاق أغلق الباب على كل محاولة يعني جهة استفادت من الميثاق في وتخلت عن العمل المسلح أن تعود لممارسة النشاط السياسي. هو هذا هو إجراءات الميثاق، ولكن هو يقول هل يمكن أن تعدل بقرار من الرئيس فقط؟ تعدل بقرار من الرئيس وبالإرادة الشعبية. ولكن هو يتكلم عن الحاضر يعني. عن الوئام المدني. الوئام المدني يقول أنه فيه ربما يعني نقاط حول وعود تلقوها بالعودة إلى النشاط السياسي. أما بالنسبة للمصالحة فهذا الأمر كما قلت مستبعد طبقا للمادة 26 من الأمر 0601 المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة. طيب الآن سترفعون التقرير إلى رئيس الجمهورية، ما مصير خلية المساعدة القضائية؟ هل ستستمر مع توالي حالات نزول عدد من الذين يسلمون أنفسهم؟ انتهى عملنا في جوان الآلاف وإنما عشرات الآلاف من الأشخاص. لم نستثني أحدا ولم نقصي أحد إلا من استثنى نفسه. استقبلنا الجميع، استقبلنا حتى عائلات المفقودين، استقبلنا منظمات دولية. عائلة المفقودين ما زلت تقول بأن 24 أو 25 عائلة فقط هي التي ترفض يعني هي التي ترفض تلقي التعويضات وتتمسك بما تدعيه الحقيقة والعدالة. بقائها ما ألا يشوه ربما تطبيق ميثاق المصالحة؟ بقائها يعني من الناحية العملية لا يمكن مقارنة هذا الأمر مع عودة الأمن والاستقرار على الإطلاق. على الإطلاق، لأننا كما قلت في سابق تدخلاتي أن هذا الملف يعتبر ملف من ملفات المأساة الوطنية، ليس هو كل شيء وإنما هو ملف من الملفات المأساة الوطنية، لأن هناك ملفات أضخم. ممتاز، ولكن ألم تقدم اقتراحات ربما لتصل إلى نقطة وسط ما بينكم، يعني ما بين الجهة التي شرعت المصالحة وما بين هذه العائلات، يعني نقطة وسط اتفاقية؟ في ملف المفقودين لم نقدم أي اقتراح صراحة. لم نقدم أي اقتراح، لأنه رأينا لا أقول أن الأمر تم حله، لأنه هذه العائلات كما قلت من حقها إقامة الحداد، من حقها يعني معرفة قبور ذويها، ولكن نحن قلنا أن هناك أولويات. كانت هناك أولويات، لأنه لو نشوفوا ملفات أخرى كنا نشوفوا ملفات المغتصبات، نشوفوا ملفات المقاومين، نشوفوا ملفات ضحايا الإرهاب. هل يمكن الآن أن نقارن ملفات ضحايا الإرهاب وعددهم يعني الكبير والكبير جدا الذين يطالبون بحقوق اجتماعية وبقانون أساسي، لا يمكن مقارنتهم مع باقي الملفات. نقول أنه لا نفرق حقيقة، كل ملفات المصالحة الوطنية والمأساة الوطنية عندنا هي ملفات يعني نفسها ونفس الجرح ونفس الألم، ولكن ملف المفقودين استعمل كثيرا. ونحن يعني لما نتكلموا مع الـ يعني حتى مع المنظمات الدولية ونتكلموا، كانت لنا لقاءات حتى مع السفراء يعني دول أجنبية،
يثيرون دائما من المفقودين. طبعا العائلات تقول انها اضطرت الى تدويل الملف او بعض العائلات لانها لم تجد من يصغي اليها في الداخل، هذا رايها على كل حال وهي حره في ذلك. مروان عزي المحامي المتخصص المصالحه الوطنيه وقضايا الارهاب والرئيس السابق لخليه المساعده القضائيه لتطبيق الميثاق، شكرا جزيلا لك على المشاركه وعلى هذه التوضيحات. مشاهدينا الاعزاء الحدث مستمر، وبعد الفاصل نفتح ملف الحج لنقرأ تصريحات وزير الشؤون الدينية عن مطالبة الحجاج بأن يردوا جميل الوطن ويشرفوا الجزائر. ما المقصود بهذا التصريح؟ ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الأعزاء إلى الجزء الثاني من برنامج الحدث الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر قناة الشروق نيوز. وفي القسم الثاني من الحدث نخصصه للحج، طبعا بداية الرحلات نحو البقاع المقدسة وكثرة التصريحات الرسمية المتفائلة جدا من هذا الموسم الذي يوصف بأنه حج الكرامة، فهل تغير المسؤولين يمكن أن يغير شيئا في السياسات؟ ما المتوقع من البعثة؟ هل سوف ينتهي الزمن الذي كنا نسمع فيه عن أخطاء وجرائم تسيير ومهازل كثيرة أساءت لسمعة البلد قبل أن تؤثر على أداء مناسك الحج بالنسبة لحجاجنا الميامين؟ وللحديث عن هذا الموضوع أسعد بأن يكون معي في البرنامج اليوم الأستاذ رشيد فضيل الزميل الإعلامي والمدير العام المساعد في جريدة الشروق اليومي. أهلا بك أستاذ رشيد فضيل. أهلا وسهلا. وأسعد دائما باستقبال الشيخ علي عيا الإمام والداعية. مرحبا بك شيخ علي عيا، وشكرا لتلبيتك الدعوة. ما رأيكم أن نبدأ ومع المشاهدين الكرام أن نستمع لتصريح وزير الشؤون الدينية محمد عيسى وأيضا سفير السعودية في الجزائر بخصوص أجواء أو تحضيرات الرحلة الأولى للبقاع المقدسة، ثم نعود للنقاش. مشاكل المشاعر مشاكل أبدية. أنا أريد أن أكون صريحا تماما، خيم من ضيقة سوف يحس الجزائريون بالضيق وهم يقيمون فيها، سوف يحسون بالحرارة لأن الحرارة مرتفعة، لكننا حاولنا هذا الجديد. لا أعد الجزائريين بأن يعيشوا في الرفاه في المشاعر في منن وفي عرفات، لكن سوف يعيشون في حالة أحسن من السنة الماضية، لأننا طلبنا التكييف الصحراوي. التكييف الصحراوي يقلل الحرارة ولكن لا ينزعها. طلبنا الماء البارد والمشروبات الباردة تخفف على الحاج الجزائري. الإطارات الحماية المدنية سوف بتجربتهم يحاولون تأمين الخيام حتى لا يدخلها غير الجزائريين. هذا الحمد لله منذ بداية الموسم ومنح التأشيرات لم تسجل أي مصاعب تذكر، كل مصاعب عادية وروتينية وتم التغلب عليها، والحمد لله حتى اليوم أصدنا 18,000 تأشيرة وهذا شيء جيد. فيما يتعلق باقي التأشيرات سوف تتم خلال الأسبوع القادم إن شاء الله. سفير السعودية في الجزائر وقبله محمد عيسى وزير الشؤون الدينية يتحدثان عن الأجواء المخصصة للحج، وطبعا وزير الشؤون الدينية وكأنه بدأ يعترف بأن المشاكل ستستمر رغم المحاولات للتقليل منها. شيخ علي عيا، الآن بتغيير مسؤول مدير ديوان الحج والعمرة اللغة تبدو متفائلة، هل يمكن لتغيير الأشخاص أن يبدل السياسات بحكم معرفتك بتنظيم وتسيير مواسم الحج في سنوات سابقة؟ أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر قناة شروق نيوز على هذه الاستضافة، والشكر خاص لك أنت ومن معك في هذا. أولا تغيير المسؤولين، أن نحن لا نرى فيه تغيير، لأن نرجع قليلا للوراء. المعالي وزير محمد عيسى كان مدير إرشاد الديني، كان السيد معالي وزير غلام الله سابقا عطيله كل الصلاحيات لتسيير الحج، ثم لما انتقل إلى مفتش عام كان هو الذي يدير الحج. عزوزة كان مدير شؤون الأوقاف تبسة، ثم انتقل إلى قسنطينة ثم إلى وهران. ما فيه سنة ما راحش مسؤول للبعثة.
إذا هؤلاء مسؤولين في البحثة ويتحملوا سواء كانت إيجابيات أو السلبيات الماضية، لأنهم هم كانوا الذين يديرون ويؤطرون الحج وهم المفاتيح. هذه واحدة. النقطة إذا سمحت لي مختصرة جدا، أنا اليوم سئلت مثل ما سئلت سابقا، هناك جوازات السفر تباع، نحن باختصار جدا لا يجوز شراء جواز سفر للحج، ولا يجوز دفع مبلغ مالي لتحصيل على تأشيرة الحج. هذه فتوى. هذه فتوى. وربي يقول واتقوا الله ما استطعت ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما خرجش في القرعة لا يجوز لك شراء جواز السفر ولو كانت حجة الإسلام. أما الذين حجوا مرتين ثلاثة أربع مرات ويروحوا يشروا جواز السفر ب40 50 مليون باش يروحوا يحجوا، حجهم باطل وحرام، وهذا تشجيع للرشوة وللفساد. ولا يجوز، وهذا منكر، هذا منكر يتقربون به إلى الله عز وجل كالبائع كشري. لكن السؤال المطروح، أين هو ديوان الحج وأين هم المسؤولين أمام هذه الجوازات اللي هي تباع في السوق السوداء؟ طيب، هذه نقطة مهمة ربما يعلق عليها أيضا الأستاذ رشيد فضيل. يعني الفضائح تسبق ربما موسم الحج، يقول لك نقطة بيع جوازات السفر وغيرها، إذا شئت أن تعلق عليها طبعا. ومعظم المسؤولين الذين الآن يتصدرون الواجهة ويتحدثون عن لغة متفائلة جدا في ضبط موسم الحج، يرى الشيخ علي عيا بأنهم كانوا من صناع القرار في مواسم سابقة، وبالتالي لا يمكن أن نتوقع تغييرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على طرح هذا الموضوع المهم في هذا التوقيت بالذات، وهو بداية انطلاق رحلات الحجاج إلى بيت الله الحرام. في الحقيقة نتأسف أنه كلما فتح ملف الحج فتح النقاش عن المشاكل وعن المعاناة وعن الفضائح، وهذا يعني غير جدير بركن من أركان الإسلام. المفروض أننا نتحدث عن روحانيات، نتحدث عن ضيوف الرحمن، عن ضيوف الله سبحانه وتعالى، نتحدث عن مستوى معين من الإيمان، من التقوى، من السداد. لكن للأسف لما يفتح النقاش في موضوع الحج نتحدث عن فضائح وعن مشاكل وعن مصاعب وعن في بعض الأحيان عن مهازل. جزء منها يتعلق بتقصير من المسؤولين، وجزء آخر يتعلق بثقافة المجتمع الذي يتحصل على جواز سفر ثم يطرحه البيع في على الإنترنت أو في السوق السوداء. هذه في كثير من الأحيان لا علاقة للمسؤول المباشر بها. لما مثلا رئيس دائرة أو والي يسلم جواز سفر، يسلمه لأحد أفراد عائلته أو لأحد معارفه من أجل أن يؤدي مناسك الحج، لكن الذي يتلقى الحج هو الذي يتلقى جواز السفر، هو الذي يحوله كما تحول الطائرات، يعني يحوله عن مساره. هي يبحث يعني مفهوم عن ثقافة البزنس أصبحت يعني حتى في الأمور المقدسة. النقطة الثانية وهي أنه يعني لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، نحن نقول أنه نأمل خيرا في هذه التصريحات. نحن يعني بالأساس نصدق هذه التصريحات، ولكن wait and see، يعني ننتظر أن تكون هذه التصريحات مترجمة على الواقع. الملاحظ أن هناك بداية صعبة في موسم الحج. اليوم ألغيت رحلات، يعني طائرة كاملة ألغيت رحلتها تابعة لوكالة الترحال، ويبدو أن الرحلات الطائرات يعني بنصف، يعني تمشي ب 150 او 160 حاج عوض الطاقه الكامله 250 او 270 حاج. يعني بدات يعني تطرح المشاكل، يعني بدات بدايه، حتى لا نقول بدايه غير موفقه، ولكن نقول انها بدايه صعبه. لا ندري ما هو المشكل الحقيقي لما نسمع تصريحات. حتى الوزير كان صرح في بداية الأمر على أن هذا الحج سوف يكون حج الكرامة الذي يحفظ كرامة الحجاج، ولكن
مع توالي الأيام واقتراب ربما الرحلة الأولى للحج، سمعنا إلى التصريح الأول للوزير الذي يقول توقعوا استمرار المشاكل، هنالك خيم ضيقة ساخنة، يعني حرارة الجو مرتفعة، وبالتالي هو يمهد وكأنه يمهد على أن ما سيحدث هو موسم لا يخلو من المشاكل الكلية. شيخ علي عيا. نعم والله الكلام هو قد لا يتسع الوقت لنتناول النقاط كامل بالتفصيل. أولا نتمنى من قلوبنا أن يكون هذا الحج، موسم الحج هذه السنة، أن يكون حج كرم، وأمنيتنا ورجاءنا في معالي الوزير ورئيس الديوان، بما أنهم هم ليسوا جدد في تيسير الحج، نتمنى إن شاء الله يكونوا دارسين الإيجابيات والسلبيات ويقضوا على السلبيات ويبرزوا الإيجابيات. لكن حينما نتكلم مع بعض الناس اللي هما لهم دراية وعلم بالشيء هذا، أن الأسباب هي التي تؤدي إلى نفس النتائج، تؤدي إلى نفس النتائج. أنا إذا أنا أقول لك الآن، إذا قام العضو اللي هو مكلف البعثة بمهامه الحقيقية، أنا أقول لك الحاج مش راح يحس بالتعب أبدا. واسمح لي أن نحيي طاقم الطبي ونحيي رجال الحماية المدنية، أنا شفتهم كيفاش يعملوا، لكن الأعضاء الأخرى اللي هما في البعثة يستحي باش يلبس حتى الجيلية المكتوب فيها عضو في البعثة من المطار، هو اللي بمدن يقول له باش ما يقلقونيش. تقصد المرشد انت وصلاح الدين مع الطبية والحماية المدنية بقوا المرشدين يعني؟ هذه واحدة. أيوة. أنا عندي سنتين كنت في البعثة وكنت عضو في المكتب 96، أعطوني مجموعة من المرشدين أقسم بالله ما شفتهم إلا اليوم الأول لما سلموا علي، وشفتهم من اليوم الآخر في المطار قعدنا رايحين. يرمي باش ما يبانش، هذه واحدة. ثانيا نوجه كلمة لأعضاء البعثة، أنا نقول لهم هذا المال اللي لكم تأخذوه راهو منحين من مال الحاج، يعني من مال الحاج، هذا المال راه مال حرام، إذا ما قمتش أنت بالواجب تاعك. ثم نقول اللي راح يمثل مرشد ديني، نقول له لا ما تنفلش وما تقراش القرآن في الحرم المكي وما تكثرش من المستحبات ومن الأفعال الخيرية، لأن خدمتك ووقوفك على الحاج هذاك هو أفضل من 100,000,000,000 ركعة في الحرم المكي. ثم بعد ذلك أن قيامك على الحاج، لأن الحاج كما يشوف عضو البعثة يشوف رجل الحماية المدنية أو يشوف الطبيب، الحاج في المكة والمدينة المذهبية يشوف رجل الدين، رجل الإسلام، لأنه راح يؤدي رسالة. إذا كان اسمح لي أنا أقول باللي ما تصلوش النوافل، ما تقروش القرآن، ما تصليش في الحرم إلا الفرائض، وقوم بعمل الحاج، وإلا المال اللي تاخذه لا تاخذه حرام، ومسؤولية كبيرة عند ربي، وهذه أمانة عظيمة عظيمة عند الله. ثم اسمح لي يا سي قادة، اقتناء أعضاء البعثة، أنا نقول لك واحد المثال ويسمح لي إن شاء الله ربي، شخص نعرفه والله أنا مضطر لذكر هذا المثال، كيفاش يخيروا أعضاء البعثة، والله العظيم وأنا مستعد الكلام هذا نروح للعدالة. طيب معليش نخلو السؤال تاعك كيف اختيار أعضاء البعثة سأسألك عنه، سأسألك عنه، ولكن حتى ننظم النقاش سأسأل عن كيفية اختيار أعضاء البعثة وتكرر بعض الأسماء. أستاذ رشيد فضيل، هل يعني الأشياء التي سيرددها المسؤولون الآن، وزير الشؤون الدينية ومدير ديوان الحج والعمرة، على أنها جديدة، هل هي فعلا جديدة؟ نتحدث عن الإسكان أو العمائر التي يقال بأنها ليست بعيدة بأكثر من 950 متر، عن الإعاشة التي تقدم على أنها إنجاز وطني كبير، يعني حتى اليوم محمد عيسى يقول على الحجاج أن يردوا جميل الوطن في الإعاشة، وأيضا توفير النقل والمرافقة، هل المرافقة يعني كان شيء جديد؟ نعرف بأنه كان متواجد في مواسم سابقة.
نعم، هو في الحقيقة بداية هو هل يمكن أن يوجد هناك حج بدون تعب؟ يعني الحج مستحيل. لا مستحيل، يعني التعب الآن دخل في مناسك الحج، يعني هذه هذا أمر مهم، لأنه يعني الحج هذا ما هوش رايح الكوت دازور، يعني راح يستجمم وراح يبرز، ولكن الكرامة غير التعب. الكرامة غير التعب، الكرامة يجب أن يحفظ كرامته، هو يتعب معليش يتعب ولكن نعم. يحفظ كرامته أكيد. التصريحات المتفائلة جدا من الوزير، يعني أنا لا أرى ما يبررها، يعني بالعكس ما يراه إنجازا أنا أرى أنه هو الذي سيكون يعني أنفو باراج. مثلا الإعاشة، يتكلم عن الإعاشة على أنها إنجاز، ولكن في للأسف أظن أن الإعاشة هي ستكون النقطة السوداء في موسم الحج، لأنه ليس هناك آلية لتنظيم الإعاشة أو ما يسمى بتوزيع الأكل، سواء في الفنادق أو في في منن أو في عرفة. صحيح، هذه النقطة الأولى. النقطة الإيجابية التي ذكرها ونعترف بها هي أن العمارات أو إسكان الحجاج هذه ليست بعيدة، يعني هذا يعني كلام حقيقي، وعد رسمي وكلام حقيقي. ونوعية العمارات أيضا نوعية بين متوسطة وجيدة، يعني بين ومن سافروا في الرحلات الأولى يقال بأنهم حجزوا فنادق وغرف في مناطق في فنادق جيدة، يعني الأفضلية لمن يسافر أولا حتى في الحج. وهذه تبقى نقطة توزيع الفنادق، كيف يتم توزيع الفنادق على أساس الرحلات، هذه تبقى عملية تقنية من اختصاص الديوان، يعني لا نعرف ما هي الطريقة التي يوزع بها، ولكن مشكل النقطة الأساسية في موسم هذا موسم الحج 2015 هو ما يسمى بالمسار الإلكتروني، وهذه المصطلح المبهم، ويبدو لي هذا هو الذي شكل هذه المصاعب. لا هذه المصاعب في بداية الخروج، لما نسأل ما هو المسار الإلكتروني بالنسبة للحاج، لما تقولوا حاج جاي من برغباله أو من مكان بعيد، قلوا مسار إلكتروني، يعني أنه هناك يعني موقع إلكتروني في وزارة الحج السعودية يحمل اسم الحاج ورقم الغرفة والفندق والحافلة التي سيركبها، وهناك مسار إلكتروني والخيمة التي سيسكن فيها وما الإعاشة، يعني ماذا سيأكل وماذا، هذا كله مسار إلكتروني. هل الحاج يمكن أن يتعاطى مع هذه الوسيلة التكنولوجية؟ بالعكس، وهل أعضاء البعثة الجزائرية في الحاج متحكمون في ولكن يعني البوادر عدم التحكم ظهرت، يعني في استخراج أخشى أن يكون التركيز في نعم. استخراج تأشيرات السفر. تأشيرات، لما نقول الآن أنه لما يصرح السفير السعودي بالجزائر أنه 20,000 تأشيرة استخرجت، ثم نرى أنه هؤلاء الحجاج لم يستطيعوا استلام جوازات سفرهم، ما زالت محجوزة في وزارة الداخلية، أعرف أن هناك خللا ما في مكان ما. نخشى أن يتحول المسار الإلكتروني إلى فضيحة إلكترونية فيما بعد، لأننا بعيدون عن التكنولوجيا والتسيير اليدوي هذا وحصلنا فيه، وبخصوص الإعاشة باللغة البنغبريطية، يعني رانا حصلنا الإعاشة من كثرة ما رددوا، يعني عيب أنه مدير الحج والعمرة يقول باللي راح يأكل الكسكسي نهار الجمعة وكذا. ما ظنيتش أنا كاين مدير حج وعمرة في بلد مسلم آخر يقول بأن الحجاج نتاعهم راح نصرفوا عليهم ونوكلهم الكسكسي. على كل حال شيخ علي عيا، البعثة لأنك منشغل كثيرا بمن يشارك فيها، وطرحت الكثير من الاتهامات في سابق المرات عن أعضاء البعثة، أنا سألت السيد يوسف عزوزة قال نختارهم على أساس الكفاءة والخبرة، يعني هل لديك شك في هذا الجانب؟ والله اليوم قد اتصل بي رئيس النقابة المستقلة وأعطاني أدلة في ناس انتخبوا وعينوا أعضاء بعثة، ثم بعد ذلك ألغيت أسماءهم وعينوا ناس آخرين. قال له قدمت هذا المعالي الوزير المفتش العام. قال لي لما نظرت، هذا رئيس النقابة المستقلة يقول لي، شفت هذو أساتذة لهم الكفاءة العلمية والبدنية والقدرة على إعانة الحاج. قال لي استبدلوهم بناس أخرين محابات، على لسانه هو رئيس النقابة المستقلة، بناس آخرين، وجاب لي الأدلة بالأسماء والولايات. هذا لا نستغربه،
قل لي كيف. نعطيك مثال، عندها سنتين، وش رايك في رجل معوق تماما ضربات ولا طنجي، امام مسكين الله يشفيه، ما يقدرش يحرك يده. قالوا له انت تروح مفتي عضو في البعث. استنجد بي انا، قال لي ما نقدرش نروح، انا ما نقدرش نتناول حتى حبه كاشي. لا، قال انت اللي تروح. قال ما انا مش نروح، لازم ندي زوجتي. ومن بعد نقول لك علاش، لان هذا انسان كريم ويطبخ الطعام ويدوم. راح وراح معه. قال لي غير نزلت في المطار ها هو الخلل، هاي المتاع بتاع الحاجه سقاده من هنا تبدا. الو فلان جاء، اعطوه غرفه واعطوه ثلاجه. هذه الغرفه وحده مش راح تحتم عليها، غرف اخرى يبدو رابعه نحط فيها سته باش نوفر بعض الغرف وحده. ثانيا البزنس في الغرف، مثال فندق في الطابق ربع خمس غرف خليهم. فالغانين من سي قادة وابن قادة وسي علي فوضيل وقوة علي فوضيل، فهمني. ثانيا الناس الحجاج اللي يقول لك أنا حر، أنا نقول لهم يلي تروحوا أحرار إما روح حر فعلا بمالك. هم يروحوا أحرار في إيران جيري، هم دارين عملية اقتصادية، لما يلحقوا ثم المكة والمدينة يقول له أنا يا عندي صاحبي راهو في البعثة، يروح يحشم هذاك اللي في البعثة فيستفيد من الخدمات التي يستفيد منها النظاميون يعني. وهذا على حساب الآخرين. طيب. ثانيا غرفة فيها ربعة من الناس، هذا اللي يروح حر يجي يقول لصاحبه خلي لي غلب فريزة برك، خلي لي قشي، ومن بعد يقول له خلي حفه في لحيتي، ومن بعد يقول له خلي نرقد، والاخر يجيب صاحبه، والاخر يجيب صاحبه، يوقع الحجاج نتاعنا في مشاكل كبيره. وهذه المشاكل ما تلقيش على من تطحها، المشكل على من هو اللي يتولى ويحل هذه المشاكل. ممتاز. لان كل واحد يقول لك انا خاطيني خاطيني خاطيني. ممتاز. طيب هذا مش الاشكال في الاسكان، الإشكال في الإسكان، وأيضا ربما علينا أن نصدق في بداية الأمر التصريحات أو الوعود التي يدلي بها المسؤولون على أن ينهون مشاكل الغرف والاكتظاظ الذي كان يحدث في مواسم سابقة. أستاذ رشيد فضيل، الآن بعدما تحدثنا عن تصريحات الرسمية وتحدثنا عن البعثة، أيضا الحاج له دور مهم جدا في أن يضمن موسما ناجحا، في أن يحفظ كرامته ويحفظ سمعته وسمعة البلد الذي يمثله. ما هل تتوقع، يعني مش ممكن نقول بأن الممارسات السابقة تنتهي، ولكن ما هو الشيء الذي يمكن أن نطالب به الحاج للمساهمة في موسم يوصف بأنه حج الكرامة؟ وفحقا جزء كبير من نسبة نجاح الموسم يتعلق بالحاج نفسه، يعني في هذه الأمور الحاج لابد أن يكون براغماتيا، لابد أن يبحث عن منفعته الخاصة وهي الحصول على الأجر والعودة كيوم ولدته أمه من غير ذنب، حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور. وهذا يتطلب منه جهدا في يعني أن يتجاوز بعض المصاعب وبعض المشاكل وبعض الهنات في البعثة الوطنية للحج. يعني الحاج الذي ليس له هم إلا الجري وراء يعني أين تباع هذه القبعات والشواشي، وأين تباع الزرابي، وأين تباع الأقمصة، وأن لا يكون همه إلا أن يحمل الكثير من ماء زمزم، ويعني بغض النظر عن الاستعداد النفسي والاستعداد الروحي ليوم عرفة ولمنن ولمزدلفة ولجميع الواجبات الحج، يعني هذا يجعل يعني الحج يركز على أمور ثانوية، حتى لا نقول تافهة، أمور ثانوية تشوش عليه أداء موسم الحج كما ينبغي. أحيانا هناك بعض المشاكل التي ليست للبعثة ولأعضاء البعثة دليل فيها، معنى أحيانا لما يكون هناك أربعة في غرفة واحدة، واحد منهم يريد تشغيل جهاز التكييف، آخر لا يريد جهاز التكييف، واحد منهم يعاني من الشخير،
واحد لا يعاني، واحد ينام مبكرا ثاني. هذه بعض الأمور التي يعني متعلقة بثقافة المجتمع وذهنيات الحاج الجزائري في معظمه. أحيانا تكون هذه أول رحلة له إلى الخارج، أحيانا يفاجأ بهذا الكم الهائل من يعني 3 ملايين في بقعة معينة، يعني 5 كيلومتر مربع، فغير مهيأ. وهذا هو مشكل دور البعثة، هو أن تحضير الحاج للحج لا يأتي أسبوع أو أسبوعين قبل الرحلة. تحضير الحج يأتي بمجرد انتهاء الموسم، يأتي أو بمجرد خروج القرعة، خروج الأسماء الذين اصطفاهم الله لأن يؤدوا هذه الفريضة. يعني يبدأ التحضير كما تبدأ الدول المحترمة والتي ضربت أروع الأمثلة، وهي ماليزيا وأندونيسيا، أن يتم هذا يعني أن يكون تربص يعني 16 بلوك. أن تكون ثقافة. ثقافة يعني المفروض أن يكون الحاج على الأقل صح. على الأقل أن يكون في مسجده، على الأقل أن تكون دروس يعني بالحضور، ويكون هناك ملف عند الإمام، يعني على الأقل 5 دروس أو 6 دروس يحضرها، والإمام يعطيه نقطة ويحضره نفسيا، يعني يعرفه بالمناسك، يعرفه بالواجبات، يعرفه أين هي المخاطر، أين هي الصعوبات، ثم ماذا يتعامل في حال النرفزة، في حالة العصبية، في حالة الزحمة، في حالة وجود مصاعب. وهو قد يبحث عن المرشد ليجيبه عن هذه الأسئلة، ولكن كما قال الشيخ علي عيا، كثير من المرشدين يتخلون حتى نعم. عن اللباس نعم. الذي لأنه تكوين البعثة يعني كتكوين فريق كرة قدم، إن لما يكون فيه لاعب ضعيف جدا يؤثر على المجموعة. أنا أعرف أنه في سنوات ماضية كان اختيار أعضاء البعثة يعني يتم من البزنسية، من رجال الأعمال ومن كوادر كبيرة، من سواء في الفاف، يعني من لا أعلم ما علاقة الفاف بعملية الحج. يعني لما تأخذ مسؤولين كبار في الفاف يعني يروحوا أعضاء في البعثة، يمكن أن بعدها أن نتوقع كيف يكون موسم الحج، لضمان موسم احترافي للحج ربما. طيب شيخ علي عيا، أنهي معك، أعطيتنا فتوى خصوص جوازات السفر. سؤالين نسألكم. تفضل. السؤال الأول إذا تقدروا تجاوبونا. تفضل بسرعة. اليوم الوكالات رم يزيدوا على كل حاج 6-7 ملايين زيادة، صح وصحيح هذا الشيء، بدون ما يعطوه بوصل. السكن متكفل به الديوان، والمعاش متكفل به الديوان، وهذه الزيادة مقابل ماذا؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني اللي حيرني، الوزير عدة معالي الوزير عفوا عدة مرات يقول اللي يتخلى من عضو من أعضاء البعثة نصفروه ونرجعوه للعاصمة. إحنا عندنا 54 مرشد في 25,000، والله عندنا 100. لما اللي إذا فعلا اللي يتخلى نرجعوه للجزائر. إلى الجزائر. ومن بعد كيفاش راح نخلفوه؟ السفارة غلقت والتأشيرات حبسوا وراح نخلوا الحجاج. سؤال مهم. سؤالين. سؤال بالنسبة للوكالات، يعني الزيادات أنا بسرعة أستاذ رشيد. الوكالات هي خدمات إضافية، مثلا للحاج مع زوجته يحجز غرفة ثنائية، أو يطلب مثلا هناك فندق فيه خدمات زائدة في النقل، مثلا يكون لا نقل. اسمح لي يا ثقة. تفضل. السكنات محددة من طرف الديوان، لكن سكنت غرفة من سريرين فقط ليسكن مع أهله فقط، ولا هذه ليس سعرها مش سعر مع أبدا مشي هذه. اسمح لي أنا بحطنا على هذه، لأن السكنات متكفل بها الديوان والمعاش متكفل بها الديوان. هذا السؤال اللي حير كثير من الناس. ويزيد عليه 6-7 ملايين، هذا بيكون يعطوا له غرفة من سريرين. نعم. إذا الديوان كان يصرح بالشيء هذا. هو مصرح به. طيب. مصرح به زائد الهدي. ولكن يعني لماذا الديوان الحج لماذا الديوان الحج ما يقولش اللي يحب يسكن هو وزوجته اللي يروحوا مع الديوان؟ هو ديوان الحج يعني كما السيارات، كاين السيارات اللي يسموها يعني ما فيهاش لي زوبسيون، السيارات العاديه اللي ما فيهاش لي زوبسيون، والوكالات قبل الوكاله لا، الديوان عنده 14,000 حاج، يعني ما يقدرش يدير لهم كلهم غرف من سريرين. ولكن المشكله ماشي، لانه الوكاله عندها عقد مع الحاج، المشكل هو هل تحترم الوكاله عقدها مع الحاج؟ هذا هو المشكل. انا العام اللي فات زادوا 4 ملايين الوكالات، واش عطاهم؟ عطاهم في منن كوفيرتا، عطاهم كوفيرتا في منن، وكاين نعرف حجاج اخرين اسمح لي كرحضم قال الوكاله شنا نتاع الواد، وصيد نعرفه مليح
قال له من الان بطلت اخويا، تحب ترجع لي 6 ملايين 4 ملايين زياده، رجع حاليا ما كي جا هنا ولدي كوفيرت تاعك كي جا هنا رجع له دراهم الحق، ما راحش معاه هذاك، تاخر شويه ما راحش معاه. اسئله كثيره راح مع البعثه ورجع له دراهمه. الحج يحتاج الى شرح اكثر ومشاكل كثيره، ربما سنقف على نتائجها بعد انتهاء موسم الحج ان شاء الله، وبعد ذلك نقول حج مقبول ومبرور لكل حجاجنا الميامين باذن الله. شكرا لك شيخ علي عيال امام والداعيه والاستاذ رشيد فضيل الاعلامي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركه. مشاهدينا الاعزاء شكرا لكم انتم ايضا على المتابعه، في الغد يلقاكم زميلي عيسى غماري، اما انا فاعود لاحد ان شاء الله.